او يقول لك الشيخ بيكتب لنا ورقه بتبقى لنا حراسه بتحمينا من العين ومن العارض و بينفعنا في الشدائد. مش دي الاجابه حتكون كده في الدنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى كلمنا انه ده كله ما في زول بيملكه. قال تبارك وتعالى في سوره فاطر، انا دايرك تعرف انه العقائد دي ما دي عقائد بتاع الصوفيه صح؟ الشيخ بدي جنى وبيلحقك وتنده ويا فلان، دي عقائد صوفيه مش كده؟ طيب دايرك تعرف انه عقائد الصوفيه دي ما عندها علاقه لا مع القران ولا مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما بعد شويه واحد يجي يغشك يقول لك شايف الجماعه بيتكلموا في الصوفيه، الصوفيه احباب النبي، واحباب النبي سايب الكذب، بالكذب انت قال احباب النبي دي كويس. القران في سوره فاطر ربنا عز وجل يقول يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ منو اللي بيرزقكم؟ أنت لو بتعتقد إنه رزقك عند الشيخ الله يعوضك، أول حاجة رزقك راح عليه، ما في رزق من الشيخ، ما في أي حاجة، زد على ذلك خربت بينك وبين الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما النصارى عبدوا عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم ده رسول كريم، ده رسول نبي نبي كريم، عبدوه ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال لهم هو رسول، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، قال لهم عيسى كان بيأكل الطعام، وأم مريم عليهما السلام كانت بتاكل الطعام. قال انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انى يؤفكون قل اتعبدون، ده السؤال هنا، قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. اذا كان يا اخواننا عيسى ابن مريم، خد بالك معاي في الايه، عيسى ابن مريم ما بيملك ضر ولا نفع، معقول يجي يملكوا هنا الشيكيتابي؟ البرع يبغني لجماعه وبرقصوا، والشيكيتابي في الغرب معلوم جماعه برقصوا، شيكيتابي بتاع شنو؟ وانت القران قال لك عيسى ابن مريم ما بيملك نفع ولا ضر، ده عيسى ابن مريم نبي نبي كريم ما بيملك نفع ولا ضر، تقول لي ودي كينابي، دي كينابي بتاع الله هذيك، انت ما فاهم الحاصل؟ وهذا يقول لك والله البلد دي ما دام الغوم ديل قاعدين ما عندنا مشكلة، غوم ياتون ديل والله ديل رمادهم ما عندهم، ما عندهم ولا حاجة. نبيك محمد عليه الصلاة والسلام ده أفضل من عيسى بن مريم عليه السلام، النبي محمد في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام ضربوه مشركين كفرة مجارمة، ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم فشج رأسه، ضربوه في رأسه فوق وكسرت رباعيته، سنه اتكسرت. النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت عليه الآية ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء. إذا كان الرائد ربنا سبحانه وتعالى حتى على النبي صلى الله عليه وسلم بتقع، وربنا يقول له ليس لك من الأمر شيء، أنت ما بتملك شيء، ما بتملك لنفسك، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يجيك هسه صوفي يقول لك شوف والله نحن البلد دي في يدنا، بلد في يدك يا بليد، في يدك كيف؟ انت قادر وسع لك الله يده، كانوا الله يدين لو صالحين والموضوع ده في يدهم، يقول لك الرزق في يدنا، وطيب نحن بلدنا ده اكثر بلد جعانه ولا ما جعانين؟ والناس كايسين لك الملاقي انه كثير منهم بلد جعانه، وفي نفس الوقت يجيك واحد يقول لك نحن الرزق عندنا وتعال لنا، رزق عندك؟ ايوه، الشيخ شغال شنو؟ بتاع الطريقه ذاته، خليك من انت. الشيخ بتاعك شغال شنو؟ والرزق ذاته بيجيب، الرزق بلقطون الحيران، ده بجيب عتوت فهمت؟ داك بجيب غنمايه، داك بجيب له كسره، الشيخ قاعد يجيبها من وين؟ بتنزل له من كابله من السماء؟
ما بيدفعوا الحيران ويجي يغشهم بعده يقول لهم نحن الارزاق دي عندنا. الارزاق عندك؟ العتود ده جابه منو؟ قول له العتود اللي زيرك ده جابه هنا منو؟ جابوا الحوار البيجاء اللي زيرك ده. طيب وكيف الرزق يكون عندك انت؟ عشان تعرف شعبي بليد هو اللي بيدفع للشيخ. والله الا من رحم الله، ناس فيهم بلاده غريبه خلاص، هو اللي بيدفع للشيخ ويجي يقول له الشيخ ادينا الرزق. يا زول دفعته انت، انت دفعته وتيجي تقول له ادينا الرزق؟ عشان كده ربنا قال في سوره الملك ده لو بيقروا القران قرايه صحيحه كان مشكلتهم انحلت. القران ده لو قروه كويس المشكله كانت انحلت. ربنا قال امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، يعني الله لو مسك رزقه الحمار اللافي ده خلقه الله، فهمت؟ والقمريه اللي بتقبضها بالقلابه وبتطبحها تاكلها دي خلقها الله، والتبش والعجور فهمت والكركديه ده سواه الله كله صح. ربنا قال لك امن هذا الذي يرزقكم، منو اللي بيجيب لك كركديه؟ لا والله مسك حقه بيجيبه لك منو؟ اتحدى كم شزرع بيقوم لك. ربنا يقول افرايتم، افرايتم الماء الذي تشربون. المويه دي خليك من الكركديه داك، ما موضوع ثاني. ممكن تقول لك كركديه ما دارينه، ما دايره بطريقتك. المويه المويه ربنا قال افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الموية دي نزلها الله ولا شيخ الطريقة؟ بس ترى تقول لي شيخ الطريقة؟ أقول لك حاجة، أمشي لها في نص الشتاء، قول لها أبويا الشيخ داري لنا مطر هسا حسب التوقيت المحلي لولاية الخرطوم دارين مطر في الشتاء ده هسا بيقدر يجيبك؟ الله احنا بنعرف يجيبها لنا في الخريف، دي المطره بتاعت الله. خلي الشيخ يجيب لنا وعده حقته برا وكده بس في نص الشتاء لانه ممكن يلعب عليك ويقول لك داري مطره هاي اصبره يشوف البرق هناك اصبره جيب البياض هنا والمطره طيبة عشوائي ادفع البياض. انت عارف طب ايش كده المطره دي ما جابها الله المطره، مطره طيبة طوالي جماعه يقعدوا عينه يقول لك يا سلام ابو الشيخ دي حقته، حقته يا وسخ دي ما حق الشيخ دي مطر الله، فهمت؟ عشان كده ربنا قال لك امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزق الله. كان مسك الرزق ومش شوف شوف حكمه ربك، شوف حكمه ربك في الخلق ده. ربنا ممكن يديك الرزق وهذا يكون قدامك داير مانجا ايوه خاتينها لك جنبك وجايبين لك دجاجه عاملينها لك شوربه خاتينها جنبك، لكن الله مسك حلقك ده ما بتقدر تبلع، عندك مصيبة في بطنك، عندك ملاريا، أي مرض جابه لك الله، الجدادة قاعدة جنبك ما بتقدر تمد لها يدك، شوف ربك قوي كيف؟ ما بتقدر، ولو دخلها لك بالمعلقة بتمرقها، ليه؟ لأنه رزق ربنا سبحانه وتعالى بيديك ريو وفي مراحل، مرحلة إنه الرزق ده يخرج من الأرض أو ينزل من السماء، دي مرحلة، مرحلة ثانية كونك تكتسبه أنت. ممكن الرزق قاعد هديك المانجا انت بتعاين فيها بتعاين فيها كده هدي قاعده، لكن ما بتقدر لانه قروش ما عندك، انت ما عندك لا قروش. مرحله ثانيه كونه الله يديك قروش تشتري بيها، دي مرحله من مراحل الرزق. مرحله بعديه انك تقدر تبلع ذاتك، ممكن يديك لو ويكون سنون ما عندك، تلقى لحمه هذه ظريفه قاعده قدامك وسنون ما في، اللحمه السوداء شنو؟ الا يتفوها لك وتسفها ساي، فهمت؟ دي مرحلة كون الله يديك سن تاكل بيها، فهمت؟ وبعد ما انت اكلته في بطنك برضه تاني في مرحلة الشيخ بيقدر يشتغل لك دي في هضم جوا، الشيخ بيشتغل لك جوا برضه بيهضم لك ها؟ برضه الا وبعد ما هضمته في مرحلة بتاعت اخراج تمرقه، والله كان الله ثبته في محله تبقى في الشيخ ما مرقه لك. كل هذه مراحل من مراحل الارزاق، عشان كده ربنا قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. العباد لما ضلوا في قضية الرزق دي بيقولوا شغالين بيتخبطوا ساي، واحد بينده في فقي وداك بينده في القوم وداك بينادي في وداعية إلى آخره، موضوع دنيا ده ما فيه أي حاجة شيوخ دل، نحن هون واحد
ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله عباد مالهم أمثالكم. يعني شيخ الطريقة ده زايد منك بشنو؟ أنت قاعد في بيتك وبتندح لك في راجل زيك، ما زول زيك، الله خلقه زي ما خلقك أنت، في شنو الفرق يعني؟ تقعد تنادي في زول زيك؟ ربنا قال: عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أما في الآخرة ما في أي حاجة تاني، في الدنيا ما في وش الشيخ، وفي الآخرة ولا حاجة ما عنده. ربنا قال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. انت عارف بتجي يوم القيامة بتلقى شيخك قاعد عريان زي الله ما خلقه، ولا بكل لابس بيلبس شنو؟ عريان. واحد يتخيل والله انا ما اقول ابو الشيخ يجي عريان، يجي كيف يعني عريان؟ في النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة ما في نعلات، عراة كل غرلة ما مختونين. بيجابوك الشيخ زي الله ما خلقه، انت بتلقى واقف اها بينفعك بشنو؟ تقول تنادي ابو الشيخ انا راجيك، وزمان في الدنيا احنا ماسكين فوقك اه، وكان في وهاب يتكلم فيك بطق بنية، ما عنده معك اي حاجة، دافعت عنه ماسك فوقه ما عنده معك اي شيء. ربنا قال: يوم يفر المرء من اخيه، اخوك تجر منه، باقي لك شيخ الطريقة ده يرجعك. قال: وامه وابيه. يا اخواننا كده انت تخيل معي، انت بتلقى شيخ الطريقة جاري من امه، ومدعوة ولدي حسنة وجاري منا، انت بتجري وراه وتاني كايس منه حاجة؟ امه قال: وامه وابيه وصاحبته، دي مرته ام الفقراء، وجاري من ام الفقراء وانت داري منه شيء؟ يا مسكين. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاهم، الواحد يجي يشوف زوله ذاته، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. انت طبعا بيكون عندك جماعة بتناديهم اوك تلحقونا، تقوم يوم القيامة تلقى قاعد يقول تعالي: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. ربنا قال: فألقوا إليهم القول، قالوا لهم: لا نحن ما عندنا معكم شغلة. ربنا قال: استبرى الذين اتبعوا. تقال ما بتبرى تنده فيه ما عنده لك أي قيمة، تنده فيه والدنيا يقول يا الغوم تلحقونا. ويا السادة الواحد تلقى لهم بقى عجوز وماشي بعكاز وبيرفعوا من صلبه يا الله من الواطة دي، فهمت؟ عمره تك بينادي في الشيخ، يقوم يوم القيامة ربنا قال: استبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والله انا ما عندي معك شغل. ابو الشيخ انا معاكم يا اخ. لا ما بعرفك، منو انت؟ ما بعرفك يا، انا ما كنت بشيل المحايا، ما عندي انا معايا محايا ذاته، ما عندي بنكر الشرك ذاته. شفت الشرك اللي كان مسويه؟ يقول لك انا لا سويت محايات ولا ناديتك ولا عندي معاك اي شغله. ها قال: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اتقطعت المودة، مودة المحبة. زمان لما نيجي تجاني يلقى لي تجاني تاني جنبه يقول لك: يا سلام انت تجاني، يا سلام يا اخي، زيك يا اخي، كل سنة طيب، تلقى مبسوط منه جدا، ما ده تجاني الاثنين. يوم القيامة ربنا قال: وتقطعت بهم الأسباب. شوف اي علاقة ما في الله بتنقطع، بس الا العلاقة في الله، يعني لانه ربنا قال: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اذا انت عندك معه علاقه لوجه الله عز وجل دي ما فيها مشكله، لكن في التجانيه ما في، تتقطع، بتلقى لك تجاني بتسب عليه وبتفوت، فهمت؟ يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، لان كل علاقات مبنيه على الاشراك بالله عز وجل ومبنية على عبادة الشيخ. ولذلك يا اخواننا الإجابة على السؤال اللي أنا قلته لك في الأول، الشيخ ده لا بينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، أنت المطلوب منك شنو؟
تمسك في ربك الخلقك، والله بينفعك في الدنيا وفي الآخرة، كله بينفعك. لو داير حاجة ارفع يدك للمولى الكريم، داير رزق ارفع يدك لله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قال لك أنا قريب، قريب ناديني بستجيب لك بديك. تقول تنده لك في شيخ مدفون معفص جوا قبر 13 سنة ما عنده أي حاجة، نفسه مكتوم جوا، تقول تنادي فيه ما في أي حاجة، عندها المولى عز وجل، توكل عليه، استعين بالله. قال لها الحجبات اللابسة بتاعت الشيخ والودعة والورقة المدينك ليها أقلع أجدعه، لو شلت لك طريقة من الشيخ فك الطريقة، الطريق طريق النبي ما في طريق تاني، طريق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واحد بس، ما في أي طريق تاني. لا تقول لي أنا تابع للتجانية، لا تقول لي أنا برهاني، لا تقول لي أنا وهابي، لا، ما في أي طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، طريق نبيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بس القرآن والسنة بدخلوك الجنة، قرآن والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، تفهم بالفهم الصحيح تخش الجنة بسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.